تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخيرات يا دكتور، أهلاً بيك يا فندم. صباح الفل على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. يعني بداية موجة من البرودة بنشهدها اليومين اللي فاتوا، عايزين نطمن أخبار وحالة الجو النهاردة إيه؟ لو اتكلمنا عن اليوم تحديدا وغدا أيضا، الطقس مشابه بشكل كبير لطقس الأيام القليلة الماضية، طقس مستقر تماما وخريفي، بيكون ما بين الحر إلى مائل الحرارة خلال ساعات الظهيرة، لكن خلال ساعات الليل وساعات الليل المتأخر بتكون أجواء مائلة للبرودة بشكل كبير، بل بتصل إلى باردة في بعض المناطق اللي بيكون ليها ظهير صحراوي زي محافظات الصعيد والمدن الجديدة، وأيضا المناطق الموجودة في وسط سيناء، مع وجود فرص شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر ورياح في أغلبها معتدلة، يمكن بتنشط أحيانا نشاط خفيف على بعض المناطق سواء من القاهرة أو محافظات الصعيد، وهو طقس خريفي معتاد ومستقر تماما. الطقس الخريفي ده دكتور في بعض الأحيان بيبقى متقلب، يعني بنلاقي ارتفاع شوية في درجات الحرارة أو بنشعر بالحرارة في فترة الظهيرة والوقت الفترة الصباحية، وبعد كده بالليل بنلاقي الدنيا بتبرد أكتر. يعني حالة التقلب في الجو دي هتستمر معانا لحد إمتى؟ هي الحالة دي هي السمة الرئيسية خلال الفترة دي من العام، احنا يعتبر في منتصف فصل الخريف، بتكون الفترة دي أهم سمة فيها هي التغير الواضح في الحالة الجوية على مدار اليوم الواحد ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم، فده أمر طبيعي مستمر معنا خلال الفترة الحالية. بمجرد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع جدا، لكن خلال فترات الظهيرة الأجواء بتكون حارة، يمكن الفرق في درجات الحرارة ما بين العظمى والصغرى على بعض المناطق زي محافظات الصعيد بيتجاوز ال 15 درجة مئوية في بعض الأحيان، فدي تعتبر هي السمة الرئيسية خلال صحيح. الفترة الحالية هي التذبذب والتغير الواضح على مدار اليوم الواحد صحيح. بل ممكن كمان على مدار الأيام القليلة المتتالية، يعني احنا لو بنشهد خلال الأيام الحالية استقرار وطقس مشمس تماما خلال فترات الظهيرة، الخرائط بتشير انه على نهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله في حالة جوية غير مستقرة ومضطربة صحيح. دي تعتبر أول حالة جوية مضطربة هنشهدها خلال هذا الموسم، أبرز عناصرها تساقط الأمطار الرعدية اللي ممكن تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان على محافظات ومدن الساحل الشمالي، مع انخفاض واضح وملحوظ في درجات الحرارة، ده هيكون إن شاء الله على نهاية الأسبوع الحالي ومستمرة كمان لبدايات الأسبوع المقبل. يعني ناخد بالنا أنه في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الجو خلال الأيام اللي جاية، وإحنا بنشوف أكتر من فصل من فصول السنة في اليوم الواحد. النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمتابعينا دلوقتي والمشاهدين عشان يتعاملوا مع حالة عدم الاستقرار والتذبذب اللي احنا ممكن نشهدها خلال الأيام المقبلة؟ طبعا أهم نصيحة هي أصبحت المتابعة الدورية أو المتابعة اليومية لنشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية هو أمر ضروري بسبب التغير الواضح في الحالة الجوية من يوم للتاني. بالنسبة لحالة عدم الاستقرار المتوقع أن نشهدها نهاية هذا الأسبوع، زي ما قلنا معها أمطار رعدية قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان على محافظات ومدن السواحل الشمالية، بنتكلم عن مطروح واسكندرية وباقي محافظات الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري، فبالتالي بننصح المواطنين في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري بتوخي الحذر التام أثناء تساقط الأمطار، وخاصة المسافرين على الطرق، لأن تساقط الأمطار بيؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. كمان ممكن نشاط الرياح أو ممكن الأمطار الرعدية يكون معها نشاط قوي للرياح قد يكون مثير أحيانا لبعض الرمال والأتربة، فبالتالي بنأكد على المسافرين على الطرق بتوخي الحذر التام. كمان المواطنين أثناء تساقط الأمطار تجنب ملامسة أعمدة الدمارة أو أكشاك الكهرباء الموجودة في الشوارع، وكمان هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، فبالتأكيد بننصح بارتداء ملابس على الأقل تكون ملابس خريفية. طيب حالة البحر يا فندم خلال الأيام المقبلة؟ هي في الغالب معتدلة تماما، يمكن خلال الفترة دي بتكون أقصى ارتفاعات للأمواج على البحر المتوسط في حدود الـ 2 متر،
وبالتالي معتدل تماما. البحر الأحمر في أغلبه أيضا 2 متر، بعض المناطق منه قد ترتفع فيها الأمواج إلى 2.5 المتر، وبالتالي بيتم وصف البحر الأحمر أنه ما بين المعتدل إلى المضطرب في بعض الأحيان. دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك وصباح الخير. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، ونبدأ من القاهرة اللي بتسجل فيها العظمى 27، الصغرى 18، العاصمة الإدارية 28، 17 محافظة اسكندرية العظمى 25، الصغرى 19، العلمين الجديدة 26، 19، أما مطروح 24، 20، دمياط العظمى فيها 26 والصغرى 21، بورسعيد 26، 23، الإسماعيلية 28، 16. نروح مع حضراتكم لمحافظة السويس بتسجل فيها العظمى 29، الصغرى 18، العريش 25، 16، كاترين 24، 8 درجات، وهي أقل درجة حرارة على مستوى المحافظات المصرية. طابة 25، 16، حلايب 30، 21، شلاتين 31، 21، شرم الشيخ 31، 23، الغردقة 32، 21. محافظة الفيوم بتسجل فيها العظمى 28، الصغرى 26، 16 عفوا، بني سويف 28، 16، الوادي الجديد 31، 16، أسيوط 29، 14، سوهاج 31، 15، قنا 33، 15، الأقصر 34، 16، أسوان بتسجل أعلى درجة على مستوى محافظات الجمهورية، العظمى فيها 34 والصغرى 17. دلوقتي نتابع مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، وعودة مرة أخرى لمحمد الشاذلي وبسنت الحسيني، اتفضل. شكرا لك يا محمد.